بعد انقطاع دام لأكثر من 4 أشهر يحصل منتسبو والجيش الوطني على مستحقاتهم المالية، ما يزيد عن 20,000 جندي هنا في محافظة تعز سيستلمون مستحقاتهم عبر لجان مكلفة، وهي الآلية التي اعتمدتها السلطة الشرعية بالترتيب مع قيادة الجيش. عدد منتسبي الجيش الذي سيصرف له بالمرتبات 21,000 مقاتل و3,000 شهيد و4,500 جريح. هناك توجيهات من الأخ رئيس الجمهورية ومن رئيس الوزراء ومن رئيس هيئة الأركان بترقيم كل من قاتل من أبناء محافظة تعز وصرف مرتباتهم. يشكل صرف هذه المرتبات دفعة معنوية لدى منتسبي القوات المسلحة، كما سيسهم على مواصلة المعركة وتحرير مدينة تعز من الميليشيات الانقلابية. تم بحمد الله استلام رواتب القوات المسلحة واستلام رواتبنا في هذا اليوم المبارك، وهذه تعطينا دفعة إلى الأمام وللاستمرار ومواصلة الكفاح، وهدفنا هو أسمى وأغلى من هذا الشيء. خطوة تسليم المرتبات تأتي في ظل ظروف حرب ما تزال تعيشها محافظة تعز على مختلف الجوانب العسكرية والاقتصادية، لذلك يأمل أفراد الجيش والقوات المسلحة أن تستعيد الحياة طبيعتها لتشهد ولو تحسنا طفيف. بينما يحصل هؤلاء على مستحقاتهم المالية في السلك العسكري، تنتظر بقية القطاعات في تعز دورها لتسلم مرتباتها التي يتحدث البعض أنها ستحدث تباعا خلال الأيام القادمة بحسب وعود الحكومة الشرعية. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.